تجمعات عشائرية في الضلوعية لتجديد الثقة برئيس تحالف تقدم في صلاح الدين لمواصلة مشروع الإصلاح والبناء. دعوات في صلاح الدين للمشاركة الواسعة بالانتخابات البرلمانية لاختيار جيل جديد من المسؤولين لإدارة المرحلة المقبلة. بغداد تحتضن مؤتمرا دوليا لاستعادة الأموال المنهوبة، والتربية تتجه لتطهير المناهج الدراسية من العبارات الطائفية. والداخلية تطالب بتشديد العقوبة على متعاطي ومروجي المخدرات وتجار البشر، وتحذيرات دولية من تعرض 7 ملايين عراقي للمجاعة بسبب الجفاف. إلى تفاصيل هذه النشرة، أهلا بكم. أكد طيف واسع من أهالي الضلوعية في تجمع أقيم بمنزل الدكتور برهان القفطان ثقتهم بفوز مرشحهم رئيس كتلة تقدم الدكتور المهندس عمار جبر خليل، معلنين دعمهم لمشروعه الإصلاحي والعمراني. وعبر المرشح الدكتور عمار عن سعادته بوحدة الصف والسعي لتحقيق مشروع يلغي دور أصحاب المصالح الشخصية الضيقة لإنجاز مشاريع حيوية تخدم المواطنين بعد محاصرة معاول التدمير. وعاهد فخذ الحسين العبد الله في مؤتمر انتخابي في الضلوعية رئيس تحالف تقدم في صلاح الدين الدكتور عمار جبر على الوفاء لمجازاته والوقوف مع مشروعه للإصلاح والبناء، فيما أكد الدكتور العزم على مواصلة مشاريع الطرق والماء والكهرباء وترميم الدوائر، مضيفا: ولدينا مشاريع استثمارية ذات نفع عام. وأكد فخذ الزناجح بقضاء الضلوعية في تجمع بمنزل الشيخ عادل السليم موقفهم الثابت بانتخاب رئيس كتلة تقدم في محافظة صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل لما يتمتع به من مواصفات قيادية وضعها لخدمة المواطنين دون تمييز. وأكد المرشح الدكتور عمار اختياره مشروعا سياسيا يخدم الأهالي ويعوضهم عن الخسائر الجسيمة التي تسببت بها مراحل ضياع الحقوق باجتهادات وأولويات شخصية في مراحل ماضية. وعهد فخذ الصبار في قضاء الضلوعية والحاضرين في تجمع مهيب أقيم على حدائق بيت الشيخ محمود الصبار مرشحهم رئيس كتلة تقدم في محافظة صلاح الدين الدكتور عمار جبر على مؤازرته ودعم مشروعه باعتباره بارقة أمل تطوي السنين العجاف من تغييب حقوقهم. وبدوره أكد الدكتور عمار أنه يستمد موقفه ضد الفساد والتخريب من دعم الأهالي وسيواصل مهمة البناء بعزيمة متجددة. أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي أن الانتخابات المقبلة هي بمثابة الحد الفاصل لاختيار الشخصيات الكفؤة والقادرة على تشكيل حكومة وطنية تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة المقبلة، لذلك يجب على الجميع أن تكون لهم بصمة ومشاركة فاعلة وواسعة في الانتخابات القادمة. اليوم الانتخابات تمثل واحد من أهم المطالب الجماهيرية والشعبية لأبناء الشعب العراقي، كما أنها تمثل مطلبة رئيسية للمرجعيات الدينية والسياسية في البلد. هذه الانتخابات يراد لها أن تكون هي الحد الفاصل ما بين المرحلة السابقة ومرحلة جديدة في تاريخ العراق، يتم فيها اختيار عناصر كفوءة نزيهة بطريقة شفافة وعادلة تعبر عن إرادة أبناء الشعب العراقي من أجل تشكيل حكومة وطنية تنهض بأعباء هذا البلد وتقدم الخدمات إلى المواطنين. نعم، كان هنالك كبوات واضحة في العملية السياسية سابقا أثرت على ثقة المواطن وزعزعت ثقته في العملية السياسية. اليوم واجبنا وواجب جميع القوى السياسية وواجب اليوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
أن تعطي الشفافية وتعطي الصورة الناصعة من أجل خروج المواطن للتصويت برأيه والإدلاء بصوته والحفاظ على هذا الصوت كونه يمثل اليوم القيمة الوطنية الحقيقية لإرادة الناخبين. ونتطلع إلى إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد الذي اليوم هو قاب قوسين أو أدنى في عرس عراقي بنفسجي جديد يعبر فيه أبناء الوطن وأبناء العراق عن حب بهم لبلدهم ووطنهم من خلال ما سيدلون به وخروجهم إلى صناديق الاقتراع ليضعوا نصرا جديدا في تاريخ العراق الجديد. استطلعت قناة صلاح الدين آراء المواطنين في مدينة تكريت بشأن مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقد شددوا على أهمية المشاركة الواسعة فيها مؤكدين أنها من تحقق التغيير نحو الأفضل. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة أسيل نوري. لا سبيل للتغيير إلا من خلال صندوق الاقتراع، هذا لسان حال المواطنين في تكريت، وذلك انطلاقا بإيمانهم بالعملية الانتخابية وحرصهم على اختيار الشخصية القادرة على تمثيلهم في الدورة البرلمانية المقبلة في 10 من تشرين الأول المقبل. فكرة الانتخابات يعني الصراحة احنا يعني كنا هسه يعني اللي مريود من عندنا ننتخب الأفضل، يعني واني يعني كل الشعب العراقي نحث على الانتخابات، لان اللي اكو ناس عندهم سلبيه يقول والله انا شنو التغيير؟ شنو راح يتغير؟ هم نفس الوجوه ونفس الشكل ونفس هذا، لا هذا غلط. يعني احنا هسه عندنا عقل وعندنا تفكير وعندنا نعرف نميز الغلط من الصح. من تعرف انت الصح تنتخب الصح. اللي الصح هو شنو معروف اللي مبين حضوره، مبين خدمه الشعب، خدمه المواطن، انسان الخلوق، انسان المحترم، سمعته، تاريخه، فهذا ننتخبه. فأنا يعني أشجع المواطنين وأخوتي وقرايبي ومن الأخص أني وأخوتي وأهلي وعمامي وكل الناس اللي الانتخاب ضروري لأن هو لأجل التغيير. أؤمن يعني أنه التغيير يصير من عندنا، وأنا أول واحد يعني أنه أتمنى أنه أشجع كل المواطنين أنه إحنا لازم يعني ننتخب الشخص الزين، ولازم نغير ولازم نغير وضعنا، لان اذا احنا راح نبقى هيك وهذا انا والله ما انتخب واني ما اروح واني ما اسوي راح يبقى نفس الحال حالنا ولا راح يتغير. تتعالى الاصوات الداعيه الى المشاركه في الانتخابات المقبله من خلال حملات يقودها وجهاء وشيوخ العشائر في مدينة تكريت، تتمثل بجلسات حوارية وجلسات توعية من أجل استثمار حق التصويت لتحقيق الأفضل للمحافظة والبلاد. ندعو المواطنين كل من إلى حق الانتخاب أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع لتغيير هذا الواقع. نأمل بالمرشحين تغيير هذا الواقع، الواقع الخدمي. نؤمن أنه من خلال هاي صناديق الاقتراع وهاي الانتخابات القادمة إن شاء الله راح يكون القادم أفضل والتغيير إلى الأحسن. أوجه رسالة إلى كل مدينة في مدينة تكريت حول الانتخابات. أنا في هذا الديوان دائما إحنا موضوع الساعة نقول هو الانتخابات، الآن هو موضوع الساعة مالنا. وهذه الانتخابات إخواني وأهلي وأحبتي، هذه الانتخابات هي مصير حقيقة، مصير مدينتنا ومصير أهلنا. الآن مدينتنا هي مهمشة، وما أن أي دور الآن إحنا نطالبكم أن تخلقون دور لهذه المدينة وتطلعون وتشاركون بالانتخابات. الانتخابات هذه هي مصير هذه المدينة، يجب على الجميع أن تشارك بالانتخابات وتطلع وتساهم، وكل واحد لا ييأس ولا يقول، خليه يتوكل ويختار، هو حر بالاختيار، يختار اللي عنده اللي 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 هو يقدر يوصل البرلمان. الإيمان بالعملية الانتخابية يعكس مدى الوعي الذي يتحلى به المواطن اليوم في مدينة تكريت. لقناة صلاح الدين الفضائية أسيل نوري، تكريت. وأكد المواطنون في قضاء بيجي على ضرورة إجراء التغيير المنشود الذي يلبي متطلباتهم بمختلف المجالات، وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. لا حياد ولا مجال
إلا في الانتخابات، في التغيير، تغيير هذه الوجوه وتغيير هذه المعاناة في محافظة صلاح الدين خاصة وعموم العراق عامة، في انتخابات حرة ونزيهة وآمنة بفضل قواتنا الأمنية الموجودة حالياً، فماكو مجال إلا أن نشارك كنا في الانتخابات المقبلة ونختار الشخص اللي نختاره إحنا واللي نجد فيه الكفاءة والنزاهة في تغيير وضعنا الحالي. وضع محافظة صلاح الدين بعد ما يتحمل لا المماطلة ولا المجازفة ولا التسويف ولا العمل الغير صحيح والغير دقيق. فأخواني أحبائي، إحنا لازم كنا نهب هبة رجل واحد ونختار الرجل المناسب في المكان المناسب. أكو إقبال على الانتخابات، وإن شاء الله تكون انتخابات نزيهة نظيفة تخدم المواطنين، تخدم المناطق المتضررة اللي تضررت من جراء العمليات الإرهابية، وخاصة مدينة بيجي اللي تعاني من مشاكل يعني اقتصادية. شهر العاشر نتوجه إلى صندوق الانتخابات حتى ننتخب الشخص المناسب في المكان المناسب. تدري حضرتك أنت البيجي مضررة ومنكوبة، وأكثر العالم حسب البيجي يتوجهوا إلى هذا الشغلة الانتخابات، يستلمون بطائق مع الانتخابات. ليش؟ حتى يغيرون من واقع الحال والخدم. تدري بيجي منكوب وضرر، وأهل أكثرهم بيوتهم للقاع يعني تأذت، فلازم ما كل مشاركة بالانتخابات. إذا ما نشارك بالانتخابات كلتنا ما نقدر نغير أي شيء. نظرة الانتخابات إن شاء الله نزيهة وفعلية، وإن شاء الله نحث المواطنين من دورنا يتوجهون إلى صندوق الانتخابات وينتخبون الشخص المناسب في المكان المناسب. تستمر مستشفى بلد العام بإعطاء جرع اللقاح للمواطنين للحد من انتشار وباء كورونا، فيما ناشدت الملكات الصحية فتح منافذ إضافية تغطي الكثافة السكانية العالية في القضاء. تفاصيل أكثر مع تقرير الزميل عبد الجبار مهدي. الكوادر الصحية والطبية في مستشفى بلد العام مستنفرة كل جهودها لتطعيم أكثر عدد من المواطنين الوافدين إلى مراكز اللقاح التي تشهد إقبال واسع من قبل المراجعين إلى المنافذ التي تصل أعدادهم في اليوم الواحد إلى 150 مراجعا. استمرارية في العمل في المنفذ التلقيحي في داخل المستشفى على مدار شفت الصباحي والشفت المسائي، ولا توجد معرقلات في عملنا وماشي الأمور تمام. هناك إقبال هائل من المتوافدين لأخذ اللقاح، لقاح فايزر، وبأعداد جيدة. هناك تصل الأعداد إلى 200-220 يوميا. توافد جيد جدا وبأعداد مقبولة ومتزايدة يوما بعد يوم، خصوصا وأن هذا اللقاح مهم جدا لتقليل والوقاية من شر هذا الفيروس اللعين. الفرق المختصة بإعطاء اللقاح أكدت عبر فضائية صلاح الدين إقبال واسع من قبل المواطنين في قضاء بلد والنواحي التابعة لها، وطالبوا الجهات المختصة ودائرة صحة صلاح الدين بفتح منافذ أخرى لاستيعاب أكثر عدد ممكن لتخفيف عن كاهل المواطن. نطلب من المواطنين التوافد إلى مستشفى بلد العام منفذ اللقاحات، لأن هذا المرض مرض خطير، وأن عدد الإصابات في اليوم الواحد تبلغ 200 أو أكثر. لذلك نطلب من المواطنين التوجه إلى منفذ اللقاحات والتلقيح، ويوجد لدينا عدد من اللقاحات كثيرة وجرعات كبيرة. نتمنى من المواطنين أنه يلقحون، لأن هذا المرض كلش خطير، ونتمنى أنه يزودون أكثر منافذ حتى الناس تلقح. هو مركز واحد يعني ما يكفي، نتمنى أنه مراكز أكثر تنفتح حتى على مود المواطن يروح يلقح. طبعا المنفذ التلقيحي في مستشفى بلد العام يستقبل يومين المئات من المراجعين الذين يرومون اخذ اللقاح، والحمد لله والشكر الامور تجري بانسيابيه جيده، نسبه التوافد ايضا بصوره جيده. توجيه اداره مستشفى بلد على انه استقبال اكبر عدد في اليوم الواحد صباحا او مساء. الموجودين في المنفذ من المنتسبين يقدمون ما يستطيعون تقديمه للمواطن، والحمد لله الامور تجري بصوره جيده ولا يوجد اي خلل لحد الان في المنفذ. التوافد الكبير من قبل المواطنين إلى مراكز اللقاح والمنافذ الداخلية في مستشفى بلد العام
للتقليل من الإصابة بوباء كورونا. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. ضمن حملة الإعمار الكبرى التي أطلقها محافظ صلاح الدين، فقد بشرت الشركة المنفذة بإكساء عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في أطراف قضاء دجيل أعمالها لتحسين الواقع الخدمي في القرى التابعة لناحية السجلة. المزيد في تقرير زميل فاضل الأنصاري. ضمن الجهود العمرانية لمحافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر، باشرت الشركة المنفذة بإكساء عددا من الطرق الرئيسية والفرعية في أطراف قضاء الدجيل لتحسين الواقع الخدمي والعمراني في تلك المناطق التي كانت تعاني من قلة الخدمات الأساسية. ضمن خطة دعم الاستقرار لعام 2021، باشرت المشاريع في هذه المقاطعة. إن شاء الله تعالى العمل مستمر في عشرة العثمان، وكذلك طريق الشيخ إبراهيم باتجاه السيطرة الوسطية إلى سيطرة المعمل، وإن شاء الله 11 جلودياس فيما بعد. العمل يسري بوتيرة متصاعدة ووفق المواصفات والضوابط، ونؤكد كذلك على الشركة وعلى المهندسين الأخوة المشرفين على العمل واللجنة المنفذة ضرورة متابعة الجودة والضوابط التي يجب أن تكون في أولى درجات الاهتمام. أهالي المناطق المخدومة ثمنوا دور حكومة صلاح الدين على تنفيذ هذه الحملة العمرانية التي امتازت بسرعة الإنجاز والمواصفات العالية، داعينها بتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية للارتقاء بواقع مناطقهم التي عانت الإهمال طيلة السنوات الماضية. بتوجيه من السيد الدكتور عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين على حملة تبليط شوارع ناحية السجلة، مشكورا على هذه الجهود، وقام بعدة مشاريع منها مشروع السجلة الرئيسي ومشروع السيد جاسم، والآن في قرية 12 الحير جهود متواصلة من أجل إنقاذ الفلاحين من المطبات والشوارع المكسرة والتراب. الناحية كانت مسلوبة الحقوق، والحمد لله بحملة الإعمار اللي قادها سيد المحافظ رأت النور ناحية السجلة بتعبيد الطرق وخدمة المدارس وخدمة المواطنين وخدمة الفلاحين. الشكر موصول إلى محافظ صلاح الدين في تلبية نداء سكان منطقة عشرة العثمان في تبليط الشارع، لكون الشارع من سنة 2012 لحد الآن كثير من المطبات به، وتوجد عليه كثير من المدارس والبساتين المناطق الزراعية، ونحمد الله ونشكره اللي جانا هيش محافظ قيور على محافظته في تبليط شارع منطقة عشرة العثمان وشوارع كل صلاح الدين. وإن شاء الله نتمنى من عند المزيد في ما يخدم مصلحة صلاح الدين وبالأخص مع قضاء الدجيل. تواصل عجلة الإعمار وتقدمها بمناطق قضاء الدجيل للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني. لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري، قضاء دجيل. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل معمل أدوية سامراء جنوب محافظة صلاح الدين. وذكرت المديرية في بيان أن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا اندلع داخل مخزن بمساحة 150 مترا مربعا مشيد من الطابوق ومسقف بألواح الساندويتش بانيل مخصص لخزن علب التغليف الكرتونية سريعة الاشتغال داخل معمل أدوية سامراء جنوب محافظة صلاح الدين. وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشارها إلى المخازن الملاصقة للمخزن المحترق، وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية. وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق. حددت المحكمة الاتحادية موعدا جديدا للنظر بطعون الموازنة في 19 من الشهر الحالي. وأجلت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021. وذكر مصدر قضائي أن المحكمة الاتحادية العليا أجلت موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية إلى 24 من الشهر المقبل. وكان مجلس الوزراء قد خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود
بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021. كشفت مفوضية الانتخابات عن إجراءات ستتخذ في يوم الاقتراع، فيما أشارت إلى تسلمها 6 شكاوى بعضها يتعلق بمحاولة التأثير في إرادة الناخب. وقالت مساعدة الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة إنه يتحتم على الناخب يوم الاقتراع إبراز البطاقة البيومترية ومعها البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال مع شهادة الجنسية، علاوة على عملية المطابقة الثلاثية أي بصمة أصابع الناخب، بالإضافة إلى البصمة الموجودة في الهوية التي يجب أن تكون مطابقة لبصمة جهاز التحقق. فإذا لم تتحقق تلك الشروط فلا يسمح للناخب بعمل خطوة أخرى نحو الاقتراع. رفض رجال دين ومراقبون ومواطنون إقحام بيوت الله في الدعاية الانتخابية، مشددين على وجوب إبعادها عن التنافس والشحن بوصفها تمثل مكانا آمنا لجميع العراقيين ولا مكان فيها للمحاصصات أو التوافقات السياسية. وقالوا إن الشوارع مليئة والأماكن واسعة، فيما حبذا أن تكون الدعاية الانتخابية بعيدة عن هذا المكان حتى يكون الجامع أو الحسينية أو الكنيسة مستقلة لعبادة الله الواحد الأحد. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أن العاصمة بغداد ستشهد يومي 15 و16 من شهر أيلول الجاري انطلاق فعاليات وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة. وذكرت الهيئة في بيان أن المؤتمر سيعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، فضلا عن عدد من ممثلي جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوعة مكافحة الفساد، مستدركة يؤمل أن يعالج مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة وإيجاد السبل الكفيلة بتسيير عمليات استردادها ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها. كشفت لجنة التربية النيابية أن وزارة التربية تعمل على تعديل المناهج من خلال طباعتها مجددا لمواكبة مستويات التعليم العالمي وحذف العبارات التي تشير إلى الطائفية والعنصرية. وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي أن لجنة التربية النيابية قدمت مجموعة من المقترحات إلى وزارة التربية من أجل تغيير وتعديل بعض المناهج الدراسية، وأضاف أن وزارة التربية أيضا لديها مقترحات بهذا الشأن وتعمل على تعديل المناهج من خلال طباعتها مجددا من أجل مواكبة مستويات التعليم العالمي، مبينا أن بعض المناهج فيها عبارات تشير إلى الطائفية والعنصرية، وبالتالي من غير المعقول أن نعلم أطفالنا على الكراهية. أحصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية عدد تجار المخدرات ومتعاطيها الذين ألقي القبض عليهم خلال عام ونصف العام، فيما أشارت إلى رفع مقترح لتشديد العقوبات النافذة بحق المتعاطين. وأكد العقيد بلا صبحي في تصريح صحفي أن هناك عقوبات بحق متعاطي وتجار المخدرات تصل إلى الإعدام لمن يستورد ويصنع المخدرات، ومن يتاجر بها فعقوبته تتراوح بين المؤبد والمؤقت، إضافة إلى عقوبات المتعاطين تتراوح بين 1 و3 سنوات بحسب حكم القضاء، مضيفا أن هناك مقترحا لزيادة العقوبة بحق المتعاطين. أطلقت قيادة عمليات قطع كركوك وشرق دجلة بالحج الشعبي عملية تفتيش في ناحية الرشادة. وذكر بيان للحج أن قيادة عمليات قطع كركوك وشرق دجلة أطلقت عمليات تفتيش لناحية الرشاد في كركوك. وأضاف البيان أن قوات الحج الشعبي المتمثلة بفوج العمليات الخاص ولواء 16 توجهت صوب أهدافها المرسومة لملاحقة فلول داعش وتأمين ناحية الرشادة. وأشار البيان إلى أن العملية شاركت فيها أيضا مديرية الاستخبارات في هيئة الحج الشعبي والشرطة الاتحادية، وتم رصد مجموعة من عناصر داعش وملاحقتهم حاليا.
يخطط العراق لإعادة إحياء صناعاته العسكرية التي دمرت بالكامل خلال حرب عام 2003 وما تلاها من عمليات نهب وسلب، كما تم خلالها نقل معظم معدات وماكينات المصانع العسكرية العراقية إلى خارج البلاد. ومنذ سبتمبر أيلول 2019 بدأ العراق أولى خطواته الجدية لاستعادة العمل في صناعته العسكرية عبر مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون هيئة الصناعات الحربية بعد أن ألغيت في عام 2003 من قبل الحاكم المدني للعراق آنذاك بول بريمر، وربطت شركاتها بوزارات أخرى. أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد إلقاء القبض على 3 متهمين بالقتل ومتاجرة الأعضاء البشرية. وذكر بيان للمديرية أن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين 2 لارتكابهما جريمتي قتل في مناطق متفرقة من بغداد ضمن مكاتب مكافحة إجرام النهروان والحرية. وأضاف البيان أنه اتخذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات. وتابع أن مفارز مكافحة الاتجار بالبشر ألقت القبض على متهم لقيامه المتاجر بالأعضاء البشرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر لينال جزاءه العادل. حذر مجلس النرويجي للاجئين من تداعيات خطيرة لأزمة الجفاف المتراكمة في العراق، ما قد يعرض ما يزيد من 7 ملايين مواطن عراقي إلى خطر الإصابة بالمجاعة نتيجة الجفاف الذي سيضاعف خطره خلال فصل الشتاء المقبل بسبب تراكم تأثيرات الجفاف. وأشار إلى دمار ما يزيد من 400 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مع توقعات بانخفاض قدرة العراق على إنتاج الغلل الزراعية إلى النصف مع نهاية الموسم الحالي، مضيفا أن العراق سيواجه انهيارا كليا في قدرته على إنتاج المياه الضرورية للشرب والزراعة، وبالتالي انهيار قطاع إنتاج الغذاء بشكل كامل، ما سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر مما عليه الآن. دقت هيومن رايتس ووتش ناقوس خطر وقوع أزمة إنسانية في العراق قريبا نتيجة لتعاظم تأثيرات الجفاف وغياب الحلول لمشكلة المياه التي باتت تهدد حياة المواطنين بشكل فعلي. فيما قال معهد الدراسات الاقتصادية والسياسية للشرق الأوسط البريطاني إن ما سيتعرض له العراق خلال الفترة المقبلة يمكن أن يوصف بالفقر المائي نتيجة لما قالت إنه سوء إدارة الموارد المائية للبلاد واستمرار دول المنبع في إنشاء السدود والاستحواذ على الحصص المائية العراقية، محذرة من وقوع صراع إقليمي نتيجة لشحة المياه وجفاف الأراضي الزراعية ودمار الثروة السمكية، الأمر الذي سيقود إلى زيادة في معدلات الفقر والبطالة داخل العراق. تتابعونا في نشرتنا بعد الفاصل. مسرور برزاني يهنئ التلاميذ والطلبة بانطلاق العام الدراسي الجديد، ووزارة كهرباء الإقليم تبرم عقدا بأكثر من 37 مليون دولار لإدارة وتشغيل الطاقة، ومكتب مفوضية الانتخابات في أربيل يعقد مؤتمرا صحفيا حول توزيع البطاقات البيومترية على النازحين. والأسد يزور موسكو بدون إعلان مسبق، وبوتين يمتدح إجراءه حوارا مع خصومه. وإسرائيل تكشف عن روبوت مقاتل يقوم بدوريات في مناطق المعارك، وعلماء ينجحون في تدريب الأبقار على استخدام دورات المياه. وأبل تصدر تحديثا عاجلا لأجهزتها بعد تقارير عن اختراقها ببرمجيات بيجاسوس. أهلا بكم مجددا إلى التفاصيل. قدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تهنئته للمعلمين والتلاميذ والطلبة وأولياء الأمور بانطلاق العام الدراسي الجديد، وجاء ذلك في مراسيم رسمية جرت في مدرسة الشهيد إبراهيم صباح ناصر في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل بحضور وزير التربية للإعلان عن انطلاق العام الدراسي الجديد. وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لما خلفه انتشار فيروس كورونا من تبعات صحية واقتصادية على العام الدراسي الماضي، مشيدا بجهود المعلمين في مواصلة
مواصلة سير العملية التربوية والتعليمية بطرق مختلفة، ولا سيما النظام الإلكتروني. وأكد رئيس الحكومة أن الإقليم تخطى تلك المرحلة العصيبة، معبرا في الوقت نفسه عن سعادته برؤية المدارس وهي تفتح أبوابها مرة أخرى أمام التلاميذ والطلبة. وقال: أنا سعيد بعودة طلابنا إلى الفصول الدراسية، ونبذل قصارى جهدنا لإيلاء قطاع التعليم أهمية بالغة، ونأسف لعدم تنفيذ كل ما كان في برنامجنا بسبب المشاكل الاقتصادية والصحية التي تواجه كردستان، وسنفعل ذلك في الفترات المقبلة ولن نتردد بذلك. وقع وزير الكهرباء في إقليم كردستان كمال محمد صالح عقدا لتنفيذ مشروع إسكادا مع شركتي سير وكنترول ماتيك. وفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإنه سيتم تنفيذ المشروع بتكلفة مالية تبلغ 37 مليون و 982 دولارا على مدى 900 يوم. ويستخدم مشروع سكادا لإدارة وتشغيل نظام الكهرباء في الإقليم ومراقبة محطات الإنتاج والنقل والتوزيع. وتؤكد وزارة الكهرباء في بيانها على أهمية المشروع لتحسين إدارة الكهرباء في كردستان، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بجودة عالية خلال الفترة المحددة حسب البيان. عقد مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في أربيل مؤتمرا صحفيا حول تسليم البطاقات البيومترية للنازحين. وأكد المكتب أن عملية توزيع البطاقات البيومترية مستمرة، وهناك مكاتب أخرى سيتم الإعلان عنها لغرض توزيعها بشكل كامل، إضافة إلى الفرق الجوالة. تم تشكيل فريق من مكتب الوطني ومكتب انتخابات أربيل لغرض توزيع وحصر بطاقات النازحين المسجلين بايومتريا، وقد تم استلام بطاقات النازحين لمحافظتي صلاح الدين والموصل، وسيتم غدا بإذن الله استلام بطاقات النازحين لباقي المحافظات من المكتب الوطني. بالنسبة لخصوص الإجراءات اللي راح يتخذها مكتب أربيل، أولا تم فتح مركز في مقر مكتب أربيل للانتخابات لغرض توزيع بطاقات النازحين المسجلين بايومتريا. ثانيا تم تشكيل فريق من كول سنتر يقوم بالاتصال بالنازحين لغرض إعلامهم بأماكن استلام البطاقات. ثالثا سيتم تشكيل فرق جوالة وبالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين لتوزيع البطاقات داخل المخيمات. رابعا سيتم إعلام النازحين عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. خامسا سيتم نشر لافتات استدلالية لإعلام الناخبين بأماكن استلام البطاقات وكذلك أماكن التصويت. أول الآلية التصويت راح يكون شلون؟ بالمراكز النازحين راح يكون أوراق اقتراع موجودة وطنية، راح تكون ورقة اقتراع راح تكون وطنية موجود بها كل الأرقام والمرشحين. الشخص النازح اللي يجي يصوت راح يختار أولا المحافظة، محافظة الأصلية مثلا أي محافظة يكون، والدائرة هم موجود بهم راح يختار. التصويت راح يكون مصوت هنا بس الصوت راح يروح على محافظة الأصلية. رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن الجيشين الروسي والسوري ساهما في حماية أبرياء حول العالم من الإرهاب، في الوقت الذي امتدحه فيه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لفتح حوار مع خصومه السياسيين، وذلك في زيارة غير معلنة مسبقا للأسد إلى العاصمة الروسية موسكو. وقال بوتين خلال استقباله الأسد: سعيد جدا بأن أرحب بك في موسكو من جديد. وامتدح الرئيس الروسي الأسد بسبب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة تجاوزت 95%، قائلا: تشير النتيجة إلى أن الشعب يثق بك، ورغم صعوبات السنوات الماضية والمآسي التي شهدتها فأن الناس لا تزال تربط عمليتي التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية بك، في إشارة إلى الأسد. وأرجع الرئيس الروسي سبب عرقلة سيطرة الحكومة السورية على كافة أراضي البلاد إلى وجود القوات الأجنبية، قائلا: المشكلة الرئيسية برأيي وجود القوات الأجنبية في بعض المناطق دون قرار من الأمم المتحدة أو دعوة منكم، وهو ما يخالف القانون الدولي ولا يمنحك فرصة بذل الجهد الأقصى لإعادة التماسك للبلاد. ومن أجل المضي قدما في طريق استعادة البلاد يجب أن تكون السيطرة لحكومة شرعية واحدة.
شكرا لكم سيادة الرئيس. أنا سعيد أن نلتقي اليوم في موسكو، وقد مضى على العملية المشتركة لمكافحة الإرهاب الآن حوالي 6 سنوات. حقق خلالها الجيشان العربي السوري والروسي إنجازات كبيرة، ليس فقط من خلال تحرير الأراضي أو من خلال إعادة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم، وإنما أيضا من خلال حماية مواطنين أبرياء كثر في هذا العالم، لأن الإرهاب لا يعرف حدود سياسية ولا يقف عند الحدود السياسية. كشفت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة من طرف الدولة النقابة عن روبوت مسلح يتم التحكم فيه عن بعد، وأنه يمكنه القيام بدوريات في مناطق القتال وتعقب المتسللين وفتح النار. وتعد السيارة غير المأهولة أحدث إضافة إلى عالم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، والتي تعيد تشكيل ساحة المعركة الحديثة بسرعة. ويقول المؤيدون أن مثل هذه الآلات شبه المستقلة تسمح للجيوش بحماية جنودها، بينما يخشى النقاد أن يمثل ذلك خطوة خطيرة أخرى نحو الروبوتات التي تتخذ قرارات مصيرية. ويتم تشغيل الروبوت بواسطة جهاز لوحي إلكتروني، ويمكن تجهيزه بمدفعين رشاشين وكاميرات وأجهزة استشعار، ويمكن له جمع المعلومات الاستخبارية للقوات البرية ونقل الجنود الجرحى والإمدادات داخل وخارج منطقة المعارك وضرب الأهداف القريبة. وهو السلاح الأكثر تقدما من بين أكثر من 6 مركبات بدون طيار طورتها شركة إلتا سيستم التابعة لشركة إيروسباس للصناعة على مدار 15 عاما الماضية. نجح باحثون نيوزيلنديون وألمان في تدريب الأبقار على استخدام دورات المياه، على أمل أن يساعد ذلك في الحد من تلوث المياه وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد عمل باحثان في جامعة أوكلاند لينتساي على تدريب 16 من العجول في مزرعة يديرها معهد أبحاث بيولوجيا المزارع في ألمانيا. وأظهر الباحثان أنه يمكن تدريب معظم العجول على التحكم في الأمر، وترتفع نسبة النيتروجين في بول البقر وتكافئ بالطعام إذا تبولت في المرحاض. وبعد 15 يوما من التدريب كانت 3/4 الحيوانات تقوم بالتجربة بشكل ناجح. أصدرت شركة أبل تحديثا عاجلا لإعدادات الحماية الأمنية في أجهزتها في أعقاب تقارير كشفت عن برمجيات تجسس جديدة يعتقد أنها عائدة لشركة NSO الإسرائيلية. وأقالت مجموعة مراقبة مستقلة معنية بالأمن الإلكتروني أنه عثر على هذه البرمجيات الخبيثة في هاتف ناشط سعودي معارض. ويزعم باحثون أن هذه البرمجيات تستخدم من شركة NSO لاستخلاص البيانات والتحكم عن بعد بالأجهزة، مضيفة أن الشركة الإسرائيلية طورت أداة يمكن من خلالها اختراق بعض الهواتف بأسلوب غير مسبوق لم يستخدمه أحد من قبل، مرجحة أن تلك الأداة بدأ استخدامها بالفعل في فبراير شباط الماضي. وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في طبيعة الثغرة الإلكترونية التي تحدثها تلك البرمجيات الخبيثة الخطيرة المعروفة باسم بيكازوس، إذ لا تحتاج لتفاعل من قبل مستخدم الهاتف حتى يتم الاختراق. كما يمكن لتلك الأداة اختراق جميع نظم التشغيل التي طورتها شركة أبل منتجة هواتف آيفون باستثناء النظم التي تم تحديثها قبل أيام.
فاز وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمنصب رئيس اتحاد الكرة على منافسه رئيس نادي الكرخ شرار حيدر، وحصل درجال على 48 صوتا مقابل 17 صوتا لحيدر، فيما فاز علي جبار بالتزكية كنائب أول لرئيس اتحاد الكرة، ويونس محمود نائبا ثانيا بالتزكية أيضا لعدم وجود منافسين لهما. وفاز بعضوية الاتحاد كل من جوفاند عبد الخالق مسعود ورحيم لفتة وأحمد الموسوي وفراس بحر العلوم وغالب الزاملي ومحمد ناصر شكرون ويحيى صغير ورشا طالب وخلف جلال وغانم عريبي. عدنان درجال، عدنان درجال، عدنان درجال، شرار حيدر، شرار حيدر، شرار حيدر، عدنان درجال، عدنان درجال، عدنان درجال. إلى تذكيري بأبرز وأهم العناوين. تجمعات عشائرية في الضلوعية لتجديد الثقة برئيس تحالف تقدم في صلاح الدين لمواصلة مشروع الإصلاح والبناء. دعوات في صلاح الدين للمشاركة الواسعة بالانتخابات البرلمانية لاختيار جيل جديد من المسؤولين لإدارة المرحلة المقبلة. بغداد تحتضن مؤتمرا دوليا لاستعادة الأموال المنهوبة، والتربية تتجه لتطهير المناهج الدراسية من العبارات الطائفية. والداخلية تطالب بتشديد العقوبة على متعاطي ومروجي المخدرات وتجار البشر، وتحذيرات دولية من تعرض 7 ملايين عراقي للمجاعة بسبب الجفاف. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.